وجهة نظري الاستقرار الإداري اللي صارت أنه عنكوش وديش المجموعة ويعني صارت الدور بعدين مؤقتة وبعدين مؤقتة بعدين مؤقتة انعكست على الكاتدريب يعني لحد الآن 7 مدربين هم نادي الدوني أكيد الأستاذ علي هاي كلها ظروف وراح أعطيك دليل إن إجوا دول المؤقتة ودعموا الفريق سيد مهند ومجموعة يمكن فزنا تعادلنا نتائجنا جيدة أنا أحكي لك أنا نتائج جيدة إجا السيد حسين عنكوشي ومجموعته صارت شنو مشاكل الجمهور اللي حكى عليها مشاكل بالعنكوشي عكست عليه من على الفريق أنا والواحد بطلت لأن شفت الظرف يعني مو صحيح يعني لذلك هو هسا من رجع سيد مهند طلع العنكوشي هدأ الجمهور شوية شوف فازوا لعبة عادوا الكار بس رجع بوقت الديوانية خلص مو أنا أقول لك المشاكل هي هاي المشاكل هي عكست على الفريق أي فريق اليوم التساخن نضرب مثل السقال السيد على نادي النجف أنا ضربت مثل فنادي قريب علي أنا قلت لازم يلقى منافذ يعني أنا ما أمجد بالنجف أو لا أعطيك يعني فالتجربة أنه صارت بالنجف نفس الشيء النجف الساخن هم مشاكل إدارية نادية هو هم مؤقتة الآن مشاكل إدارية وين كان مين ما عندهم فلوسهم صار 3 أشهر ما مستلمين رواتب أستاذ علي وين كان ينافس مربع كان بالمربع من صارت الإدارات وهذا صارت عليها من على الفريق وشوف اليوم اللاعبين 2 ما رايحين للفريق وشوف يعني مشاكل مالية زين. هذا اللي دي بس مو أنه ذكر